السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناه فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه خبز الفوكاشيا الايطالي كيجي كي خفيف رائع في المذاق وسهل في التحضير خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير المكونات اللي غادي نحتاجو الماء عادي ماشي دافئ 500 غرام ديال الدقيق نص كاس ديال زيت الزيتون شويه ديال الملح معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه ديال خميره الخبز ناخذ الدقيق نزيد عليه الملح الخميره والسنيده وزيت الزيتون نخلطوا العناصر ونجمعوه بالماء العجينه كتكون مرخوفه ما تكونش قاصحه يعني كتبقى تلصق في اليد كما غادي تشوفوا العجينه ديال هاد الخبز كتجي مرخوفه غادي ندلكها مزيان ونغطيها نخليها تخمر هنا من بعد ما العجينه خمرات غادي نخرج منها الهواء اللي فيها وغادي ناخذ اللاطه اللي غندخلها الفران ندهنها بزيت الزيتون ندهنها مزيان بزيت الزيتون عاد نسرح فيها العجينة العجينه كما كتشوفوا مرخوفه بزاف غادي ناخذ شويه ديال الماء نستعن به ندير فيه صباعي باش ما تبقاش تلصق ليا في يديا وغادي نبدا نسرح فيها بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوها من بعد ما سرحت العجينه غادي ندير صباعي في الماء وغادي نحاول ندير فيها حفيرات بهذا الشكل كما كتشوفوا انا هنا العجينه رققتها واحد شويه اللي بغى هذا الخبز يجي غليظ ما يرققهاش لهاد الدرجه هذه خليها شويه غليظه هي مازال غادي تخمر وغادي تطلع ولكن ما غاديش تجي غليظه غادي تجي غير شويه متوسطه من بعد ما ساليت العجينه غادي ندير عليها الزيتون انا هنا خديت الزيتون الاخضر مقطع غادي نسرحو بهالطريقه كما كتشوفوا فوق العجينه غناخد بصلة صغيرة قطعتها دوائر وفلفلة كذلك تاهي غسلتها وقطعتها دوائر غنديرهم هكذا بهاد الشكل فوق العجينة وكل واحد يدير الحاجة اللي بغا أنا هنا اختاريت ندير الزيتون الخضر والبصلة والفلفلة وغنزيد حتى شوية ديال الفرماج ولكن قبل ما ندير الفرماج غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر مزيان بعد ما العجينه خمرات وتنفخت كما كتشوفوا خديت زيت الزيتون تقريبا شي ربع كاس وغادي نديرو عليها من الفوق خديت شويه ديال الفرماج الاحمر حكيته وغادي نديرو في هاد الحفيرات كما كتشوفوا بهاد الطريقه واخر حاجه غادي نرش عليها شويه ديال الزعتر وغادي نرش عليها شويه ديال اليازير مجفف كيعطيها واحد المذاق رائع وغادي ندخلها الفران اللي يكون سخنته من قبل على درجه حراره متوسطه تخليها حتى تطيب مزيان وتتحمر هنا من بعد ما تحمرات وخرجتها من الفران وهي باقية سخونة مباشرة غادي نرش عليها زيت الزيتون كيبقى القياس ديال زيت الزيتون على حسب شنو بغيتو نتوما انا تقريبا رشيت عليها شي ثلاثة المعالق كبار ولا اربعة وغادي نخليها جانبا تبرد هذا هو خبز الفوكاشيا الايطالي من بعد ما وجد كيجي رائع في المذاق المذاق ديال البصله مع الفلفله مع زيت الزيتون والمنسمات اللي زدت ليه الزعتر واليازير صراحه كيجي طعم رائع نتمنى تجربوه وينال اعجابكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه